والكرة داخل المنطقة في أول محاولة للأولمبي الباجي. أرسلاوي حبوبي الحارس والحارس جهة اليسرى ترجع تسديدة قوية وبعيدة تسديدية بلال آيت مالك بلال أدركنا فيها الدقيقة 29 نصف ساعة لعب تقريبا وكرة كلوسي الكرة عالية يأخذها كسقا يلعب كرة وسهلة سهلة شيء ممتاز المراوغة لفريق نجم المتلوي كريم مقني والحارس بلال يوزع كرة والحارس بلال السلاوي فريق الأولمبي الباجي في هجمة المحاولة من الحبوبي تسديدة والحارس جول كرة طويلة ترجع من الدفاع هذه فرصة لفريق الأولمبي الباجي يلعب مع زميله أسامة بوكر توزيعة والحارس كرة ما زالت لفريق الأولمبي الباجي كرة داخل المنطقة كرة ثانية الله التوزيعة داخل المنطقة سعود بالرأس في ربع ساعة لعب المباراة وهذه كرة خطيرة الكرة الثابتة كرة جول سام أبو قرة بكرة رأسية وهذه ممتازة بلال والحارس بلال قرة فرصة الرابع الله بلال آيت مالك الدخول داخل المنطقة فرصة ممتاز أبو قرة خطيرة ترجع من الجهة اليمنى هاشم خليفي على التوزيع من كرة بالرأس من فريوي كرة لأسامة الرمضاني يطول كرة ولكن قبل ذلك خطيرة يبحث عن المساحة يلقى كومباسا عرضية